بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور. ووصلنا إلى قول الله تعالى من سورة الأعراف، قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والبلد الطيب الآية، قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن يقول: هو طيب وعمله طيب، كما أن البلد الطيب ثمرها طيب، والذي خبث ضرب مثلا للكافر كالبلد السبخة المالحة التي لا يخرج منها البركة، والكافر هو الخبيث وعمله خبيث. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قال: كل ذلك في الأرض السباخ وغيرها، مثل آدم وذريته فيهم طيب وخبيث. ولا يزال الله تعالى يبين لنا مقتضيات أسمائه وصفاته وجلاله وجماله، ومن تتبع هذا وجد هذا واضحا في خليقة الله تعالى وبني آدم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: والبلد الطيب، قال: هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به وعمل به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت. والذي خبث، قال: هذا مثل الكافر لم يعقل القرآن ولم يعمل به ولم يأخذ به ولم ينتفع، فهو كمثل الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في الآية، قال: هذا مثل ضربه للقلوب يقول: ينزل الماء فيخرج البلد الطيب نباته بإذن الله، والذي خبث هي السبخة لا يخرج نباتها إلا نكدا، فكذلك القلوب لما نزل القرآن بقلب المؤمن آمن به وثبت الإيمان في قلبه، وقلب الكافر لما دخله القرآن لم يتعلق منه بشيء، لم يتعلق منه بشيء ينفعه، ولم يثبت فيه من الإيمان شيء إلا ما لا ينفع، كما لم يخرج هذا البلد إلا ما لم ينفع من النبات، والنكد هو الشيء القليل الذي لا ينفع، أو النكد هو الشيء القليل الذي لا ينفع. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم رحمه الله أنه قرأ
والبلد الطيب يخرج نباته بنصب الياء، يخرج نباته بنصب الياء ورفع الراء، يخرج نباته بإذن ربه بنصب الياء ورفع الراء. وأخرج ابن جرير عن مجاهد والبلد الطيب الآية، قال: الطيب ينفعه المطر فينبت، والذي خبث السباخ لا ينفعه المطر، لا يخرج نباته إلا نكدا. هذا مثل ضربه الله لآدم وذريته كلهم، إنما خلقوا من نفس واحدة. فمنهم من آمن بالله وكتابه فطاب، أي صار طيبا، ومنهم من كفر بالله وكتابه فخبث، أي صار خبيثا. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: والبلد الطيب الآية، قال: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها في دين الله، فذلك مثل منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول نبي أرسل نوح. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعيم وابن عساكر عن يزيد الرقاشي قال: إنما سمي نوح عليه السلام نوحا لطول ما ناح على نفسه. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: إنما سمي نوح لأنه كان ينوح على نفسه. وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن مقابتل وجويبر أن آدم حين كبر ورق عظمه قال: يا رب إلى متى أكد وأسعى؟ قال: يا آدم حتى يولد لك ولد مختون. فولد له نوح بعد 10 أبطن، وهو يومئذ ابن 1000 سنة إلا 60 عاما. فكان نوح ابن لامك ابن متولشخ ابن إدريس، وهو أخنوخ ابن يرد ابن مهل يبل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. وكان اسم نوح السكن، وإنما سمي نوح السكن لأن الناس بعد آدم سكنوا إليه فهو أبوهم. وإنما سمي نوحا لأنه ناح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله،
فإذا كفروا بكى وناح عليهم. وأخرج ابن عساكر عن وهب ابن منبه قال: كان بين نوح وآدم 10 آباء، وكان بين إبراهيم ونوح 10 آباء. وأخرج ابن عساكر عن وهب قال: كان بين نوح وآدم 10 آباء، وكان بين إبراهيم ونوح 10 آباء. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصحها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق. وأخرج ابن عساكر عن نوف الشامي قال: 5 من الأنبياء من العرب محمد ونوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن نوحا بعث في 1000 الثاني، وأن آدم لم يمت حتى ولد له نوح في آخر 1000 الأول، وكان قد فشت فيهم المعاصي وكثرت الجبابرة وعتوا عتوا كبيرا. وإن آدم لم يمت حتى ولد له نوح في آخر 1000 الأول، وكان قد فشت فيهم المعاصي وكثرت الجبابرة وعتوا عتوا كبيرا. وكان نوح يدعوهم ليلا ونهارا سرا وعلانيا صبورا حليما، ولم يلق أحد من الأنبياء أشد مما لقي نوح، فكانوا يدخلون عليه فيخنقونه ويضرب في المجلس ويطرد، وكان لا يدعو على ما يصنع به أن يدعوهم ويقول: يا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فكان لا يزيدهم ذلك إلا فرارا منه، حتى إنه لا يكلم الرجل منهم فيلف رأسه بثوبه ويجعل أصابعه في أذنيه لكي لا يسمع شيئا من كلامه. فلذلك قول الله تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم قاموا من المجلس فأسرعوا المشي وقال: امضوا فإنه كذاب. واشتد عليه البلاء، وكان ينتظر القرن بعد القرن والجيل بعد الجيل، فلا يأتي قرن إلا وهو أخبث من الأول وأعتى من الأول. ويقول الرجل منهم: قد كان هذا مع أبائنا وأجدادنا فلم يزل هكذا مجنونا. وكان الرجل منهم إذا أوصى عند الوفاة يقول لأولاده: احذروا هذا المجنون، فإنه قد حدثني آبائي أن هلاك الناس على يد هذا. فكانوا كذلك يتوارثون الوصية بينهم، حتى إن كان الرجل ليحمل ولده على عاتقه ثم يقف به وعليه فيقول: يا بني إن عشت ومت أنا فاحذر هذا الشيخ. فلما طال ذلك به وبهم قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة رحمه الله أن نوحا بعث من الجزيرة وهودا من أرض الشحر أرض مهرة
وصالحا من الحجر، ولوطا من سدوم وهي في بلاد الشام، وشعيبا من مدين، ومات إبراهيم وآدم وإسحاق ويوسف بأرض فلسطين. ومات إبراهيم وآدم وإسحاق ويوسف بأرض فلسطين، وقتل يحيى بن زكريا بدمشق، ولا يزال رأسه حيث هناك. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف كلهم مدفونون في أرض الخليل. أما يعقوب فمات بمصر ونقل جثمانه إلى فلسطين، وأما يوسف فمات في مصر وما نقل جثمانه إلا بعد 430 عاما من موته. نقله موسى عليه السلام إلى أرض فلسطين ودفن بقرب أبيه يعقوب، كما ذكر ابن عساكر في كتابه البداية والنهاية. وأخرج ابن عساكر عن مجاهد رحمه الله قال: كانوا يضربون نوحا حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأخرج ابن عساكر عن مجاهد رحمه الله: كانوا يضربون نوحا حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وابن عساكر من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه، ثم يفيق فيقول: اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقال شقيق: قال عبد الله: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يحكي نبيا من الأنبياء وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم من وجه آخر عن عبيد بن عمير الليثي نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان قوم نوح يخنقونه حتى ترتقي عيناه أو حتى تترقى عيناه، فإذا تركوه قالوا: اللهم اغفر لقومي فإنهم جهلة. وهنا يفهم أنها ثلاث عبارات: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي، رب اغفر لقومي فإنهم يجهلون، أو فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم جهلة. وأخرج عبد بن حميد والإمام البخاري ومسلم وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه وهو يمسح الدم عن جبينه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مهاجر الرقي قال: لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في بيت من شعر، فيقال له: يا نبي الله ابن بيتا، فيقول: أموت اليوم أموت غدا. وهذه الدنيا. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن وهيب بن الورد قال: بنى نوح بيتا من قصب، فقيل له: لو بنيت غير هذا؟ فقال: هذا كثير لمن يموت. وأخرج ابن أبي الدنيا والعقيلي وابن عساكر والديلمي عن عائشة مرفوعا رضي الله عنها: نوح كبير الأنبياء
لم يخرج من خلاء قط إلا قال الحمد لله الذي أذاقني طعمه أي الطعام وأبقى في منفعته وأخرج من أذاه اللي هو البراز الذي يخرج من الإنسان. وهذا متعين على وجه الاستحباب أن يقول المسلم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وأن يقول بدعاء سيدنا نوح الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في منفعته وأخرج من أذاه. وأخرج البخاري في تاريخه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعث الله نوحا فما أهلك أمته إلا الزنادقة، ثم نبي فنبي والله لا يهلك هذه الأمة إلا الزنادقة. والزنديق هو الذي يظهر الإيمان وهو وفي باطنه كفر. وأخرج أبو الشيخ عن سعد بن حسن قال كان قوم نوح عليه السلام يزرعون في الشهر مرتين، وكانت المرأة تلد أول النهار فيتبعها ولدها في آخره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال ما عذب قوم نوح حتى ما كان في الأرض سهل ولا جبل إلا له عامر يعمره وحائز يحوزه. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم إن هذا السهل كان قد ضاق بهم وأهل الجبل، إن أهل السهل كان قد ضاق بهم وأهل الجبل حتى ما يقدر أهل السهل أن يزرعوا إلى الجبل ولا أهل الجبل أن ينزلوا، حتى ما يقدر أهل السهل أن يرتقوا إلى الجبل ولا أهل الجبل أن ينزلوا إلى أهل السهل في زمان نوح. قال حسوا. وأخرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن وهب بن منبه قال كان نوح أجمل أهل زمانه، كان نوح أجمل أهل زمانه وكان يلبس البرقعة فأصابتهم مجاعة في السفينة، فكان نوح إذا تجلى بوجهه لهم شبعوا. كان نوح أجمل أهل زمانه وكان يلبس البرقعة فأصابتهم مجاعة في السفينة، فكان نوح إذا تجلى بوجهه لهم شبعوا. يا إلهي. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي عسفان فقال لقد مر بهذا الوادي هود وصالح ونوح على بكرات حمر، البكرة هي التي بلغت سنة، خطمها الليف، أسرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. وأخرج ابن عساكر عن ابن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى، وصام داود نصف الدهر، لأنه كان يصوم يوما يفطر يوما، وصام إبراهيم 3 أيام من كل شهر وهي أيام البيض، صام الدهر وأفطر الدهر. وأخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والبزار والحاكم وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه
إني قاصر عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن خلقن مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم ما علم نوح ابنه؟ قالوا: بلى. قال آمرك أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن السماوات لو كانت في كفة لرجحت بها، ولو كانت حلقة قصمتها. وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله تعالى: قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رحمه الله قال: قال الملأ يعني الأشراف من قومه، بمعنى أنهم يملؤون العيون لمكانتهم. وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله تعالى: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، قال: بيان من ربكم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا قوما عمين، قال: كفارا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى: إنهم كانوا قوما عمين، قال: عن الحق، أي عميان عن الحق، أي صرفهم الله تعالى عن ذلك ولم يدركوا شيئا، ولم ينتبهوا إلى ذلك الحق ولا مالوا إليه، كل ذلك من العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.